الخامس من أركان الإيمان، الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. معنا تقول الجواب على قمنال كقمنال نيلان سكتينه قمنال ناس إنما نيلان سكتينه نهوب بتكرمك واتبع وميده خروج الروح وقبض الملائكة لها يلتقول ونكي نتنكي ونكي يتقول ملائكة ونكي نتنكي ونكي صعودا بها للسماء معنا ياو نقول روح نتنكي ونكي أسمكتي يسمع قرع نعالهم بعد الدفن معنا سأتي سرامة ونناي هون كان دي أربع سور قول معنا سأتي سرامة هكذا كابور مكو سؤال الملكين عن الأصول الثلاثة قوم دي نكالي أن ملائكة إن دي لانة نتنكي إمور لانة انتتي واني هم الجومة هم الدينة هم النلار معهم نعم عذاب القبر نعيم القبر قوم دي نكالي نما دي كونت قبر كجمع لت كونت قبر كجمع البعث بعد الموت قوم دي نكالي وانما امي تقول باو ميد المحاسبة الحساب حساب الخلائق حسبوري كدي قوم دي نكالي والجزاء جد وانا دي امؤين دو الجنة والنار معنى اوتي يوب الجنة وانا دي امؤين دو كل ما يكون بعد الموت هو من الإيمان باليوم الآخر كلماكو وانت باو ميد انو فوناتي قمت نقول نياند دارنغل والله أعلم.